الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبين الصعيد على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد أرضي وحق جرنا وحدة الشنات وحنا كما رأينا عشر كي شنات عشر كي شنات محوية عشر كي شنات محوية الغرض ها الغرض غرض محالي لنا غرض وحكب الدلية عارية ها الغرض غرض عارية يكب الدلية والسوق بدلية عاريد وهدي حيد شيء تبع العارة أو بالعك عتق قاطعي من فعدي سأكسر فعدي سنة يزيد عندي سأسوع علينا يزيد كان معها كان وعو الشيء آخر دي سنة يزيد أتقاد يزيد من فعدي سأ عندي سأسوع علينا ينين عين كلا عصب بعد السين يسا هذا فيري عين كلا عصب بعد السين يسا ومعيتها كيلة بريس بعد إيه قاطعي عروت عن أسكر سطعي وهذا قلت الولاء لو كيلة بريس السي عروت عن أكر سنة يا بريت الجارج إيمانا يا كيش كبريدو إيه صارن بان كيلة ده هذه كاس سين يا كيلة السين استوي واتن جارج سو صارن تنا عن استعمال شن تيو تيدي تيدي عن تعلوش هذا كشيء ترى سو ديت واتوكله تا غرد والله وإنه سن زيادة لصعد هذا زيادة لصعد ريبو الخنيا هذا زيادة لصعد ريبو الخنيا مرق غرد كان قال هنا إن شاء الله غرد يعني أنت بدو عايز استعمال غير باديها غير تولا استعمال غير جوراقة غير تولا استعمال مقالة غرد الله كم استعماله دين بالطن تام قال مفهوم الغرد غرد فان قال يقوم في الغرد هو عقد بين الطرفين يقدم بموجبه المغرض مالا إلى المستغرد على أن يرد له دون زيادة أو نقصان ها ما سيدنا كل شيء وهاشيس نعمر الله وقت قفاض أو أصابا نجاية إنه كفى عديسته كي وحقر دي سنة حوله إلى المستغرد أو كي قال كي قر دي سنة على أن يرد له دون زيادة أو نقصان أسوء على سوء لنين قرضي زيادة لصعد أما كير انتي إنه كير يعني الله مغل إنه كبدي يعني الله مغل انتي أنكسي كيلدي بايسين نساوي ها دول بديع إعلان كيلة سكر ولا لا يسي عيال كأي قدعان قدعان وعوي حلو قرق ما يعلم ها مركا كيلة سكر سينا سا سفر كمرك إيمانه كيلة دي سكر سينا يا ها وأول ألتين وتعاون وفي عن حكم الغرض حكم قسم حياة وفضل وفضل قسم حياة وغرض من العقود المستحبة وحكم دي عقود اللبنية ها شيء سير اللبنية لما فيه من تيسير على الناس وعكس سكان إلا سوف الضيع علاس كلا سكرت جيدة كلا حدش والرفق بهم لا سن حريسته وقضاء لمصالح ذي كوكا لبتان ومن يقرض الناس غرضا حسنا بعيدا عن الربا ينال رضا الله تعالى خف كي خف أقرضية قرضا سو كفك إن الزيادة أما النسخان الله سعطه الربا الله سعطه وحكونا على هذا وكفر حمر والبا رالها عن شهر ربي ها إلى يورال كان هذا الشيء قال سمجرته ويكشف عنه الهموم وعلى هذا همي مرق تسار ما رأي هذا والكروب يكرب هذا يوم القيامة تمانة يوم القيامة الدون كذا دولا الكا كرب هذا كفيد آخره إلى كرب هذا كافي هذا ياوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كان يسوب الله بتقولين على الله سيوعير من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة إنك إلهي إنك كف هذا قف مسلمة أو كرب يسن أو كرب هذا الدون كايسا هل كرب كف هذا أو الدون كذا كف هذا أو كفر حيا إلهي إنه كف هذا ما أنت يوم القيامة أو كربوين كتر هذا بدن كربوين كحمان تبدن كربوين كنبت بدن إيه كجرا مرقتاس وكقاضية هذا تن الدون هالحباء واحد كم بدلته مدة آخرة أو كوين تام ها أركان الغرض غرضك أركان تسمية بس أدح أصير راتفين قبل أفر بن وحمرين عارية هذا صدع وعمرينا معايا المتعاقدان الله بدي وحشينيس وهو المقرض والمقترض ها كي وحقر ديني يكي لا يخر دي سنة المعقود عليه محاوي وهو المال المقترض وحولي لك لا يخر دي سنة الصيغة محاوي وهي الإيجاب والخبر إي قردي إي وانكو خردي شروط الغرض شروط سمعتها وأفر تنفيرسو أن يكون المتعاقدان بالغين عاقلين ها الله بدر خف وحكى القرديس نيسا وأن يقوى قانقاريهين عاقلنا العقل إليه أن يتوافق الإيجاب والقبول بين المتعاقدين وإن يكوى فقال إيجاب يقبول كسوى فقال ولا لو أكو قرديه إيوا كا قرديس ها بين المتعاقدين أي قبول سكون غضان ولا وضع سكون غضان سدح أن يكون الغرض محددا ومعلوما للمقرض والمقترض ها وإن قرض وحلك القرديس الغريان وح وقت حدد الله لنا قرانا يه قف كي يحقر دايستي إيه كي لا يحقر دايستي وين يقرنيان كي لا دي يحقر دايستي
بربا كينيسا خوح لقرني وانويا أفر الله يشترط المقترض إعادة الغرض مع الزيادة عليه قفك وح خرديني وإنه صن شرطك قال ينغف وح غرديني إنه بريتو اللي بكي لو صدره أو كاري هدي أنا وقرضا يسيس سدح كيلو بريس يسيسه وبرا شبه إيه ما دمك أوجه أغي إنه وح كوولد سدح لي خرد ده سدح خرد صور راعي صو زيادة بقى ها ساسوا الربا لكن على الدنيا وعلى الدنيا هالفضل سدح لان كيلان واتي خرد ده ولا له قاضو شنتان كيلان أنا عيالك يسيستي وكلام مرة وعسكو جرما لكن سديد جد عسكو سو قاضو عسكو جرت لان وانت أنا كوك أنا ذات لان هذا زيادة صور راعي الرباوي حرام بين غط باش حارات مين مرك كلاسا سدع على نوع هذا وسدع لي وقالوا شنت أنا هاي أنا أقود دخيل ها التقويم سؤاله ما معنى الغرض غرض معني سمحوية ما حكم الغرض غرض حكم كيس سمحوية أذكر دليل على مشروعية الغرض من السنة النبوية ها غرض الشيخ مشروعية كيس سنة النبوي عليه الصلاة والسلام كافير ناس بين أركان القرض عدي تيرك غرضك أذكر شروط القرض شروط القرض كان الشيخ عشر عقود وقولين وحياي وبالله التوفيق وصلى على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد أرضي عشر كيقامات انت سكودين يهي وعن بلا بينا إن شاء الله إسعارك الدنبو حيصر سبسكرايب له وبالله التوفيق